السلام ورحمة الله وتعالى أحمد وبركاته. تاجر أنت هنا؟ أنا تاجر. نعم سيدي، أنا قديم في التجارة ديال الخضرة. أخوي أحمد، كي داير التجارة من نهار دخل رمضان لهنا العواشر؟ واش الكليان ديالكم؟ إيوا، أش غادي نقول لك الأستاذ ديالي، بالنسبة للتجارة هذا العام شوية ناقصة شوية، باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واقعيين. هذا العام ناقصة على حساب الآخر، على حساب الخدمة وعلى حساب هاد كورونا، الأزمة ديال كورونا. بنادم غير كيسلكوها. الناس كيشريو؟ ايوا شويه، ما بقاش بحال في الاول. كان هذيك بنادم كيهتف على الخضره، ديرني هذه زعما بنادم كينقبوها شي حاجه هكا، بنادم كيدوزوها. ما نقولكش تجاره، زعما نقولك الصراحه ما بقاش التجاره اللي كنا كنعرفوا. كل عام كينقص شويه الشهر، كل عام ينقص شويه الشهر. اخوتي في السعره كاين عند الفلاحه ولا فين كاين المشكل ديال الخدمه، ماشي ديال الفلاحه، والمشكل ديال الفلوس. الفلوس ما كاينش، ما الفلاحه تبارك الله المغرب ديالنا راه الشتا موجود، الخير موجود، كل شيء رخيص. بطاطا دابا راهي واصله 3 دراهم، ماتيشا كانت هبطت شويه وصلت 5 دراهم 6 دراهم. اليوم هو ماتيشا اليوم جبناها ب 16000 فرانك. شحال الكيلو؟ دابا كتنقم علينا ب 6 دراهم حنا في البلاصه. وبشحال تبيعوا؟ ايوا كنا كنبيعوا ب 5 دراهم، دابا كنبيعوا ب 6 دراهم، كنخسروا الفلوس باش نشدوا الكليان. واش غادي دير؟ خيزو موجود، خيزو موجود هذا العام 2 دراهم 3 دراهم غير اللي ما بغاش يعيش. اللفت موجود، اللفت علاش اللفت كتهضرني على اللفت؟ اللفت علاش اللفت كتسوى 5 6 دراهم علاش؟ هضرني على الفلوطه ديال السفنيون، ما هادشي كلشي رخيص الحمد لله هذا العام. الحمد لله. ما تيشا عباد الله 6 دراهم، انا كنت كنشريها ب 12 درهم 15 درهم في رمضان. البصله كنا كنشريوها ب 10 دراهم في رمضان. وا تيجي دابا حنا المشكل اللي عندنا الاستاذ ديالي، المشكل اللي عندنا هي فلوطه ديال السفنيول. ها هو التفاح، شوف التفاح، ها هو التفاح دابا كنشروه ب 1500 بالجمله، 15 درهم بالجمله. البوعويد ولينا كنشروه ب 13 14 درهم بالجمله. البنان وصل 30000 فرانك. تفاح فين غادي يمشي البوبري؟ الخدمه والو. انا بالله العظيم الاستاذ ديالي، والله العظيم الاستاذ ديالي، من اللي دخلت كورونا 4 الملايين ديال الخساره اللي جبت في هذا المحل، اقسم لكم باليمين. وهاد العواشر دابا ولاو النساء كيديروا معايا الكريدي، النساء واحد جوج عيالات الا سمعوا لي هاد الريفينو قول لهم، كنقول لهم الله يرحم الوالدين، كنقول لهم الله يرحم الوالدين، جيبوا لي رزق ولادي. وحده كان سالها 360000 فرانك، هذه مراه. وحده مزغنغان كتجي عندي قالت لي راه با كيكون في الالمان، دات لي 500000 فرانك. هذه انا كنسمعوا هاد العيالات راه غادي يجي عندكم حتى للدار. اقسم لك باليمين، واخا يحضر العامل، واخا يحضر اللي يحضر، بالله ما نتمشى من تما حتى نشد رزقي. 4 الملايين وحنا كنخسروا. ما هادو المستهلكين علاش؟ كيجي عندك نص كيلو تخيزو، خيزو 4 دراهم. احنا اللي كنضرو، حنا التجار اللي كنضرو، حنا رانا مضرورين. حنا راه عام كورونا وانا مضرور، وعطيت الشيكان، عطيت الشيكان، دابا راني حاصل. دابا بهذا الشيء راني كنمشي للحبس، بالله الا راني كنمشي للحبس. الحبس كنشوف فيه كل نهار، كنحلم بالحبس. وهادو اللي داو لك هاد العدد ديال الفلوس، واش باقيين كيجيو عندك؟ هادو كانوا جاو كليين ديالي، كانوا لاباس عليهم. وحده كنمشي لالمان كتجي في العيد كدير عليا 100000 فرانك 200000 فرانك ديال الكومبرا، كتعطيني حتى بروبينا، كتعطيني 50 درهم 60 درهم ديال بروبينا. واحد في هاد كورونا قالت لك حقا ما حقا، حقا ما حقا، با مريض راه فيه كورونا، كيكون في الالمان راه مريح، واه واخا راه في الالمان مريح، واه كيخلصوه، انا ماشي شغلي. قالت لك اودي خصني شويه ديال الكريدي حتى يفرب با ونزيرت لك. واخا انا لقيتها هكاك، انا فيا النيه كدير عليا كومبرا، قلت لها ما عليش كليانه ديالي ما نخسرهاش. اليوم دات 50000 فرانك، السيمانه الجايه دات 60000 فرانك، كملت عليا ب 60000 فرانك ديال الفلوس. جات عندي قالت لي اعطي لي 60000 فرانك ديال الفلوس، جبت الفلوس عطيت لها الفلوس ومشات لي بالكريدي بكل شيء. اما بالنسبه للخضره الحمد لله المغرب ديالنا راه بلد الخير، بلد الفلاحه. حنا ما نكروش الخير ديال المغرب ديالنا، المغرب ديالنا عسل عسل بالله. واخا انا ما خليت فين فهمتي، ولكن ما لقيتش بحال المغرب ديالنا. عندك باش ما تعيش 10 دراهم تعشى، 5 دراهم تعشى، باش ما تعيش في المغرب. الحمد لله يا المغرب ديالنا بلاد الفلاحه، الا شي حاجه ديال الخدمه. حنا شنو خصنا هنايا؟ خصنا غير شي حاجه ديال الخدمه هو الاستاذ ديالي. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. ما الخير راه موجود.
الحمد لله. شكرا. هذا الشيء اللي عندنا الاستاذ ديالي، وانا كنضرو شويه كنضرو بالله، كنضرو بزاف والله. انا عندي الكره هنا ب 200 فرانك للشهر، كنخلص الضريبه، كنخلص الباتينتي. ايوا فين هاد؟ فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ انا بغيت غير هادوك العيال تيجيبوا له رزق. الله يرحم الوالدين. اشوف عظيم غارين اكنيت يحفظها ربي. هاش توا تقلت جارك يا ريس نوا يظهر خو تقلت جارك المغارين كسين تخافي غا ماروس اخميدي تقينتش ما تقينتيش غير فيها ثاني. ها يما يدار تقينو، ها يا يما يدار تقني علنو سني قزغن غنتنغني ثنيني هما وين ما دارت قينو، ها وين ما دارت كنت عربين وخا والله ما عما كيدير نفكم. اخا كوا غير حبس خاش خا كوا احمد عماري راح يراح، احمد عماري راح يراح. يلا السلام عليكم. بوزي ماري ماري غاري دي تسن غاري ثنا تماري نقيت يا روشاش خاخ سوا تي داغي سما ونسن، ولكن ما نغني خا نتشوه عرفينو اقا خيتني تي عرفينو غا ما نغني غا تحن دينا دور سيتي غا تحن مار هذه المواقع وتنو ذا سينو خا عاكم تاخذ الاجراء خا كني تشوه إيش توسخس إيش توسخس 460 فرانك إيش 380 فرانك خصوا تي داغ اسمو نسن إيش تن زغزغن غان إيش تن شي حتى النظر و ثني وزغن غان قاد كواد غان والله سيدي ما كاين يدير فك ها حسيم جونك احمد العمار ايوا تب سيق من مكيدي غاو يتاكراينو ذا او يتاكراينو او يتاكراينو قاعد تبغل يلا الله يعاون اما نغني خاو لحوم اذا اسمك انت غير حبس انا حمار غير حبس راه حتى انا غادي الكار غادي أربعة الملايين ديال الخساره اللي جبت في هذا المحل اقسم لكم باليمين وهاد العواشر دابا ولاو النساء كيديروا معايا الكريدي النساء واحد جوج عيالات الا سمعوا لي هاد الريفينو قول لهم كنقول لهم الله يرحم الوالدين كنقول لهم الله يرحم الوالدين جيبوا لي رزق ولادي وحده كان سالها 360 الف فرانك هادي مراه وحده مزغنغان كتجي عندي كنغربها كيكون في الالمان داتني 500 الف فرانك غادي هنا كنسمعوا هاد العيالات راه غادي نجي عندكم حتى للدار اقسم لك باليمين واخا يحضر العامل واخا يحضر اللي يحضر بالله ما نتمشى من تما حتى نشد رزقي 4 الملايين وحنا كنخسروا ما هادو المستهلكين علاش كيجي عندك نص كيلو تخيزو خيزو 4 دراهم احنا اللي كنضرو حنا التجار اللي كنضرو حنا رانا مضرورين حنا راه عام كورونا وانا مضرور وعطيت الشي كان عطيت الشي كان دابا راني حاصل دابا بهاد الشي راني كنمشي للحبس بالله الا راني كنمشي للحبس الحبس كنشوف فيه كل نهار كنحلم بالحبس جاو كليين ديالي كانوا لاباس عليهم وحده كنمشي لالمان كتجي في العيد كدير عليا 100000 فرانك 200000 فرانك ديال الكومبرا كتعطيني حتى بروبينا كتعطيني 50 درهم 60 درهم ديال بروبينا واحد فهاد كورونا قالت لك حقا ما حقا با مريض راه فيه كورونا كيكون في الالمان راه مريح واه واخا راه في الالمان مريح واه كيخلصوه انا ماشي شغلي قالت لك اودي خصني شويه ديال الكريدي حتى يفرى با ونزيرت لك واخا انا لقيتها هكاك انا فيا النيه كدير عليا كومبرا قلت لها معليش كليانه ديالي ما نخسرهاش اليوم دات 50000 فرانك السيمانه الجايه دات 60000 فرانك كملت عليا ب 60000 فرانك ديال الفلوس جات عندي قالت لي اعطي لي 60000 فرانك ديال الفلوس جبت الفلوس عطيت لها الفلوس ومشات لي بالكريدي بكل شيء اما بالنسبه للخضره الحمد لله غادي نمشي انا بغيت غير هادوك العيال تيجيبوا له رزق الله يرحم الوالدين اشوف عظيم غارين اكنيت يحفظها ربي هاش توا تقلت جارك يا ريس نوا يظهر خو تقلت جارك المغارين كسين تخافي غا ماروس اخميدي تقينتش ما تقينتيش غير فيها ثاني ها يما يدار تقينو ها يا يما يدار تقني علنو سني قزغن غنتنغني ثنيني هما وين ما دارت قينو ها وين ما دارت كنت عربين وخا والله ما عما كيدير نفكم اخا كوا غير حبس خاش خا كوا احمد عماري راح يراح احمد عماري راح يراح يلا السلام عليكم بوزي ماري ماري غاري دي تسن غاري ثنا تماري نقيت يا روشاش خاخ سوا تي داغي سما ونسن ولكن ما نغني خاطر نتشوه عرفينو اقا خيتني تي عرفينو غا ما نغني غا تحن دينا دور سيتي غا تحن مار هذه المواقع وتنو ذا سينو خا عاكم تاخذ الاجراء خا كني تشوه إيش توسخس 460 الف فرانك إيش تن 380 الف فرانك خصوا تي داغ اسمو نسن إيش تن زغزغن غان إيش تن شي حتى النظر واه ثني وزغن غان قاد كواد غان والله سيدي ما كاين يدير فك ها حسيم جونك احمد العمار ايوا تب سيق من مكيدي غاو يتاكراينو ذا او يتاكراينو او يتاكراينو قاعد تبغل يلا الله يعاون اما نغني خاو لحوم اذا اسمك انت غير حبس انا حمار غير حبس راه حتى انا غادي الكار غادي